في هذا الركن من الشارع الرئيسي بمدينة سيدي الأخضر من ولاية مستغانم نجد عم الحاج الميلود لكحل واضعا طاولته وهو منهمك في حرفته التي اكتسبها في سبعينيات القرن الماضي والتي ما زال يحافظ عليها ويقتات منها رغم تقدمه في السن. من السبعين كنت نخدم غير في الدار كما هكذا نخدم تعلمتها غير كما هكذا غير نظريا باك تعلمتها غير نظريا تعلمتها لحقت 73 كي لحقت 73 بديت نخدم بديت نخدم بالسواق درت توريزيس كوميرس وشو نبدا نخدم بالسواق وكانت في ذاك الوقت كانت الخدمه نتاع السوايع كانت غير تاع اليد نتاع الشعره نتاع الجيب نتاع الشعره كانت الخدمة في ذاك الوقت كانت مليحة كانت عزيزة بأدوات بسيطة جدا يفتح الساعات ويصلحها بتركيز وصبر كبيرين استبدل ما يجب استبداله من قطع الغيار خاصة إذا كانت الساعة من الجيل القديم الوساعة غيرتو ما تشوف تورني فيس لقات كذا هم نخدم بهم هذا هم نخدم بهم تورني فيس لقات المفتاح نحل به نخدم به حملة الحرفة هذه مولا يكون صابر يكون لازم يكون عنده الاكسبيرونس ما يجيش يخدمها لازم يكون ثقيل ما يتقلقش ولا تتقلق ما تدير فيها والو الحرفة هذه يقال أن العزيمة تلد الهمة شيخ في عقده السابع ما زال يبحث عن لقمة الحلال بحرفة أنامل مرابط في بلده رسالة يتمعن فيها العاقل